بعد فرار النبي يونس عليه السلام من مدينة يافا على متن سفينة، أعد الله سبحانه وتعالى حوتاً عظيماً ابتلعه، فلبث في جوفه 3 أيام بلياليها. وتضرع النبي يونس إلى ربه من جوف الحوت قائلاً: في بحر هايج وفي موج غضيب عالي كأنه جبال من كل اتجاه، أنا ناديتك وعرفك تستجيب، يا بديع الكون يا عالي بسماه، في بطن حوت أنا أقبع غريب، لاني في موت ولاني في حياة، من غضبتك صرت يا ربي كئيب، كيف أصل بيتك وعبدك يا إله، من غرقت وكان موتي كم قريب، يدك الأقرب ومنحتني النجاة، ويوم صار الحال في ذل صعيب والمنايا قيدتني بلا نفاه، فرجت ضيقي بعطفك يا حبيب، يا حليم يا كريم في عطاه، كل من يعبد وثن ما هو مصيب، رحمته تفوته ويظل في عناه، عيني بعينك ندبتك يا مجيب، وانت ترحم من وضع عندك رجاه، البيت المقدس وصل قول النديب، وانت فعلك نور يبهج في سناه، اوفي بعهودي وسبح واستجيب، واذبح لوجهك وصلي لك صلاه.